هيبقى الدم ميه ويجري في العروق، ولا عمر الشمس غابت وبطلت شروق، والشر مالوش مرسى والخير في الدنيا لسه، ومسيرنا حزن ننسى ومسير البال يروح. هيبقى الدم ميه ويجري في العروق، ولا عمر الشمس غابت وبطلت شروق، والشر مالوش مرسى والخير في الدنيا لسه، ومسيرنا حزن ننسى ومسير البال. مهما الشيطان يزوق ويصور لك مغارب، الباطل مهما يحلى باهت ملوش معالم، مهما الشيطان يزوق ويصور لك مغارب، والحق نور واضح وبيكشف كل ظالم، ويرجع الافاعي من تاني للشؤون. هيبقى الدم ميه ويجري في العروق، ولا عمر الشمس غابت وبطلت شروق، والشر مالوش مرسى والخير في الدنيا لسه، ومسيرنا حزن ننسى ومسير البال مفيش. لا عينيكي فيها كلام كتير قوي، عاوزه تقولي ايه؟ ابنك ليه بس السيره دي يا كاميليا؟ ليه حبيبتي؟ انا مش عايز افتح الصفحه دي تاني، مش عايز اعيد سطورها السوداء في حياتي، ارجوك يا كاميليا. خلاص يا فتحي خلاص، انا اسفه. حبيبتي انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس، انا لا حبيت ولا بحب ولا احب غيرك انت يا كاميليا، انت اول واخر حب في حياتي. فتحي يعني شوف بقى يا حضرة الناظر والمدير المحترم. ناظر ومدير؟ ايوه، انا قاعده مستنياك من الصبح والكلام محشور جوه زوري، وان ما كنتش هقوله هتخنق. كلام ايه؟ احمد ابنك ماله؟ عاوزين نشوف العروسه كده ونفرح بيه في عزك يا حضرة الناظر، ونعمل له فرح كبير ونعزم فيه المدرسين والمنطقة التعليمية. كفاية بقى كفاية. مالك يا حسنين؟ انت تعبان يا حضرة الناظر؟ اشمعنى النهاردة اللي عمالة تقولي لي يا حضرة الناظر يا حضرة المدير؟ انا خلاص خلاص، لا بقيت ناظر ولا بقيت مدير، ركنوني على الرف، قالوا لي كفاياك لحد كده، تكبرت وعجزت، اقعد في بيتكوا بقى واستنى الموت. الف بعد الشر عليك يا اخويا، موت ايه يا راجل؟ خلاص خلاص يا فضيله، خلاص. لو عدت تصحيني بدري زي عوايدك، ولا تسأليني وأنا راجع اتأخرت ليه؟
استغنوا عني، رحلوني على المعاش. المعاش يا فضيلة، يعني من هنا ورايح هقعد جنبك زي الولاية في البيت، آكل وأشرب لحد ما يحين الأجل. كده؟ أيوة. يبقى فهم اللعبة، وانت ما عرفتيش تلعبي دور كويس، ولد لعبان تعبان. بابي أنا هتجوز فتحي، وإذا قلت لأ؟ بحبه. يا بوي ما انت شايفاه على حقيقته. أرجوك يا بابي اديله فرصة. اديله فرصة على حساب سعادتك؟ فتحي هو سعادتي. فتحي هو تعزك. ليه يا بابي؟ ليه بتحكم على الامور قبل ما تحصل؟ الكتاب بيبان من عنوانه، ماضي حكم عليه. هفترض مع حضرتك ان فتحي انسان مش كويس، انه مجرم، ليه ما نديلوش فرصه انه يبقى انسان نظيف؟ ليه ما نديلوش فرصه انه يتوب؟ حتى لو انسان وحش انا هقدر اغيره. يمكن هو اللي غيرك. لا يا بابي لا، ما تخافش عليا، عشان خاطري انا وافق. ارجوك يا بابي توافق. ارجوك. طيب كاميليا، انا عندي فكره ويا ريت توافقيني عليها. فكره ايه؟ ايه رايك ان احنا نسافر برا شهر اتنين تلاتة أربعة، نتفسح نشوف الدنيا وننسى المتاعب كلها؟ لا يا بابي لا، أنا مش عايز أسافر. لا لازم تسافري، لأن هي دي فرصتك الوحيدة عشان تختبري عواطفك. ما تسجنيش نفسك جوا فكرة واحدة تسيطر عليك. يسيبي نفسك يا بنتي. ما تنسيش يا كاميليا إنك كنت متجوزة حامد، وبرضه انت كنت عايشه جواه وهو عايش وبعد موته، وفجاه كده الفكره جديده تيجي وكأن حامد مش موجود. ليه يا بابي؟ ليه كل شويه تفكرني باللي فات؟ ليه؟ لا ابدا يا بنتي، اوعي اوعي تفتكري ان انا مش عاوزك تتجوزي وتحبي وتعيشي حياتك. لا ده انا نفسي ان اشوفك احسن بنت في الدنيا. بس يا بنتي اللي انا عايزه انك ما تحبسيش عقلك، وانك تسمعي صوت قلبك اللي بيصور لك الناس بصور مثاليه ما هياش موجوده. يا بابي. يا كاميليا يا بنتي، دي اخر مره هكلمك في الموضوع ده. انا فتحت لك السكه على الاخر، انا بس كنت بوضح لك نقط ضعف ما انتش شايفاها، وانتي حره بعد كده، بس مش قبل ما نرجع من السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. حرامي 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 حرامي. ايه عليها؟ في ايه؟ مين بابا كده برضو عليها؟ حد يقول كده؟ اهلا وسهلا يا عم. حرامي. معلش يا عمي جت فيك. جرى يا بابا؟ مش كنت تديني خبر بالتليفون؟ جيت اعملها مفاجاه طلعت حرامي. طب اتفضلوا بقى عشان نتغدى سوا عندي. معلش يا عاصم بيه، انا جاي لابراهيم في كلمتين وراجع على طول. معقول ترفض تتغدى من ايديا يا عمي؟ تسلم ايديكي. طيب ارتاح من السفر شويه واغسل وشي واصلي واقول لابراهيم كلمتين واجي اتغدى. ماشي يا عمي، على ما سخن لكم الاكل.
اهلا وسهلا يا بابا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ابني. مصر كلها نورت يا عم. الله يبارك فيك يا ابني. وازاي الانسه محاسن؟ قصدي ازاي اهل البلد كلهم؟ كلهم بخير والحمد لله. اتفضل يا بابا. اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تتأخرش. شايفه الجدار ده؟ في الحقيقه انا مش شايفه غير شويه شخبطه. شويه شخبطه؟ الله يسامحك. انت عارفه الشخبطه دي هتوفر لنا قد ايه؟ مش اقل من 20,000 جنيه. صحيح؟ طبعا. وانا هنفذ الفكره فورا. لا، قبل ما تنفذ تيجي نتعشى سوا، وحاول مأدبة العشاء تعرض افكارك دي كلها لبابا. امال عنتر فين؟ ده مختفي تماما يعني، مش عادته. تلاقيه بيتجوز. او بيطلق. اللهم اني استغفرك واتوب اليك. ارحمنا يا ارحم الراحمين. الحمد لله والشكر لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حرما يا ابني. جمعا يا ابني. على فكره يا ابني، ده في موضوع مهم جدا عاوز اتكلم معاك فيه. ده أنا اللي عايزك في موضوع أهم. إيه عاصم مالك؟ في إيه؟ لا لا، ما فيش. أمال كسرت الطبق ليه؟ طبق إيه؟ لا، ده أنت مش معايا خالص. حكاية غريبة. غريبة ليه؟ ما انت اختك مسيركوا تتجوزوا، ولاد حسونة مش وحشين. يابا ما قلناش حاجة، لكن فتحتي زي اختي. طب محاسن رأيها ايه؟ احنا مش في رأي محاسن دلوقتي. محاسن مش ممكن تخرج عن طوعي، اللي اقول عليه لازم يمشي. ما تنساش يا ابني ان ده راجل خيره عليا من ساس الراسي. يابا خيره عليك دي حاجة، والجواز حاجة تانية خالص. يا ابني اذا كان هو اللي طلبك مني لبنته وطلب اختك لابنه، اقول له لا ازاي بس؟ وانا يابا ما ارضاش الاحراج ليك، وامرك تاج على راسي. امال ايه الحكايه؟ كلامك معوج ومش عاجبني. بس بصراحه المساله دي جت لخبطت كل حاجه. مش فاهم. ما هو ده الموضوع اللي انا كنت عاوز اتكلم حضرتك فيه. موضوع ايه؟ عاصم اللي خيره عليا انا كمان، واللي فاتح لي بيته زي ما حضرتك شايف، عاوز يتجوز محاسن. ايه؟ محاسن؟ ايوه يابا محاسن. لا، انا اديت كلمه وخلاص. عاصم ده انت تتصرف معاه، قول له مخطوبه مقري فتحتها ملهاش رغبه، قول له اي حاجه. ازاي يابا؟ ازاي بس؟ وبعدين هو انا كل ما اكلمك تحود على اختك ليه؟ اختك لاسماعيل ابن حسونه. خلاص خلاص. ازاي يابا؟ المهم اسمع موافقتك انت. موافق تتجوز فتحيه بنت حسونه ولا لا؟ أنا تحت أمرك يابا. على خيرة الله. طب يابا مش كان واجب برضو تاخد رأي محاسن؟ برضو هيرجع يقول لي محاسن. يابا محاسن متعلمه امبارح غير النهارده، والشرع بيقول وشاورهم في الأمر. مالكش صالح أنت، المهم إنك وافقت وخلاص. يلا يا جماعة الأكل هيبرد. يلا بينا هاكل لقمة وبعدين انزل البلد طوالي، اقرا الفاتحه مع حسونه ونحدد ميعاد الخطوبه والفرح والدخله وكل حاجه. على بركه الله. طب يابا بلاش تجيب سيره الموضوع ده قدام عاصم واخته. يا حكايه اخته دي؟ اوعى يكون عينك منها. لا، انت وافقت وخلاص. ايوه يابا وافقت.
وافقت. وبعدين يا ابني هو في حاجة بتستخبى؟ ما انت اكيد هتعزمهم على الفرح. مبروك يا ابني، الف مبروك يا حبيبي. ولسه زعلان؟ ده انت حقتك تفرح، معاش ثابت ومكافأة وحفلة كمان. ما عندكيش فكرة يا فضيلة كلام السيد وكيل الوزارة أثر فيا ازاي. ايوه بس هتفضل مخبي على احمد كده كتير؟ مفيش حاجة بتستخبى على طول. طب بس احسن الظاهر ان هو، وافردها بقى واحكي له على حكاية الحفلة دي، خليه يفرح معاك. شفتوا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتوا عارفين بقى انا جيت بدري ليه؟ عشان انتوا وحشتوني. ربنا يخليك لينا يا ابني. مالك يا بابا، في حاجة؟ لا حاجة ايه، ما انا كويس اهو. اصل يا ابني ابوك كان مخبي عنك عشان ما تزعلش، اصله طلع على المعاش. طب وماله يا بابا، انت زعلان بقى عشان كده؟ لا ده كان في الاول وبس، انما بعد ما قعدت مع السيد وكيل الوزارة واتكلمت معاه ارتحت. دول هيدوني مكافأة غير المعاش الثابت، وهيعملوا لي حفلة تكريم. يا سلام، دي أقل حاجة يا بابا يعملوها علشانك، ده أنت تعبت كتير قوي. المفروض بقى إنك تكون فرحان عشان التكريم الهايل ده. ده أنت ما شفتوش إمبارح، دي كانت حالته صعبة قوي. ليه بس؟ طب دي فرصة يا ماما عشان بابا يبتدي من جديد. والله العظيم يا بابا أنا لو كان عندي وقت كنت ابتديت معاك مشوار جديد ومهم جدا، بس حضرتك اللي هتمشي فيه لوحدك. مشوار إيه ده؟ حضرتك قبل ما تكون ناظر كنت مدرس عظيم، دلوقتي جات لك الفرصة عشان تعلم الناس اللي ما تعلموش، تعلمهم القراية والكتابة. ممكن تعمل هنا فصل محو أمية في البيت أو في الحتة، ويوم ما تعلم كام واحد كل سنة تبقى ساهمت بمجهود عظيم في القضاء على الجهل. دورك لسه جاي يا بابا، دورك ما انتهاش، كلنا لازم نساهم في البنى كل واحد بطريقته وباللي يقدر عليه. أيوة والله ده الكلام ده قاله لي عمر بيه وكيل الوزارة، قال لي المعاش بداية مش نهاية. صح يا بابا، وبدل ما تقعد في البيت أو على قهوة المعاشات تقدر تشغل وقتك أنت واللي زي حضرتك في عمل نافع ومفيد. الله ينور عليك يا ابني، أنا بصراحة التدريس وحشني جدا. خلاص من بكرة الصبح هرجع مدرس تاني. سافرت؟ هي وكامل بيه. امتى يا حمدي؟ تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. طيب يا حمدي، شاكر قوي. الله يخليك يا حمدي، مع السلامة. طارت الحمامة مع الغراب. يبقى مفيش بقى غير سلوى اليومين اللي غايبة فيهم كاميليا. هو برضو المثل بيقول من فتى قديم متاه. زمان يا باش مهندس، بكره ترجع لنا ايام السعد والهنا. شاكر يا عبده. فرحان يا عم عبده؟ طبعا فرحان يا انسه سلوى، ما افرحش ازاي ما دام الغمه زاحت والباش مهندس احمد رجع لنا بالسلامه، وعقبال كريم بيه ما يخرج بالسلامه ان شاء الله. شايف يا احمد كل الناس فرحانه برجوعك. متشكر يا سلوى. يا دراع، شركة كريم بإيدي يا ابني. يا صداعي. الله الله الله، ايه ده عنتر؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ انت اتخانقت؟ مش اي حاجة، مش اي حاجة. هو اللي بتعيط ليه بس يا عنتر؟ حصل لك ايه؟ هو ايه اللي عمل فيك كده؟ مش هوا، ده زكام. زكام؟ هو الزكام بيجبسوله دلوقتي؟
تعتزن لفحة هوا وانا واقف في البلكونه شالتني ما رجعتنيش. يعني ايه؟ احنا كانت الدنيا ضلمه مع اننا في عز الظهر، وكانت بتمطر مع اننا في عز الصيف. هي دي فزوره دي يا عنتر ولا ايه؟ فزوره ايه يا ست سلوى؟ وانا نيلي فجاه لقيت ابوها واخوها وامها وجيران الحاره الشارع ايه؟ لقيت العاصمه كلها وهوب مره واحده. هوب مره واحده فين؟ في دماغه طبعا. يا ريت يا باشمهندس، دول ما سابوش حته منك لله يا سعاد. سعاد؟ يخرب عقلك، سعاد اللي لسه متعرف عليها امبارح؟ لحقت تتجوزها؟ مال ايه يا باشمهندس؟ هي شافتني قالت لي انت خالي يا كابتن؟ قلت لها انا قبلك ما اتجوزتش وبعدك ما شفتش. انا ما اعرفش هي جابت عنوان مراتاتي منين. انا فجاه لقيتهم كلهم فوقيا وبيتشدشوني. عشان تبطل تتجوز على روحك. انا مش ده اللي مزعلني. امال مين اللي مزعلك؟ كراميلا. انت لحقت تتعرف على واحده تانية؟ دول فاكهه يا باشمهندس. خد يا جابر، خد يا اخويا القرشين دول، شبرق بيهم نفسك. حكم ان انا عارف ان الميه ناشفه قوي اليومين دول عند كامل بيه. خد يا حبيبي مطرح ما يسرق. فعلا هي ناشفه فتح بيه، اصل كله في السليم. عايزك بقى تقول في يا بوقين حلوين لكامل بيه لما يرجع. بقول يا فتح بيه، انت عايز تمسك الشركه؟ غلط يا جابر، انت مالكش صالح، ده شغلي انا. ما هو انا بس لو افهم حفيدك. وانا مش عايزك تفهم. ماشي يا فتح بيه، ليك عليا املالك مخ قوي من ناحيتك. سلام. بص يا جابر، كامل بيه ده راجل له اهبل وله عبيط، ده راجل عقر ومش سهل، وانا مش عايزك تيجي تكحلها تعميها. ما تخافش عليا يا فتح بيه. شوف يا جابر، انا بساعدك علشان تبقى دراع اليمين في يوم من الايام، لو نجحت في المهمه دي هنغنغك، مفهوم؟ ليك عليا فتح بيه لما يرجع اطلعك قدامه بطل همام. لا، البقين الحلوين اللي انا عايزك تقولهم هقولهم لك بنفسي الاول. الله، انت مش قلت اقول بقين حلوين عليك عنده؟ ايوه، بس انا اللي اقول لك البقين الحلوين دول، وكمان اقول لك يتقالوا له ازاي، مفهوم؟ مسألة يا جابر أصلها عايزة تكتيك ما يخرش المية. لا يا ماما، أنا مش ممكن أتجوز بالطريقة دي، مش ممكن أتجوز واحد مفيش بيني وبينه أي تفاهم. يا بنتي، يا ماما بابا شاري خاطر سيحسونة، اشتري في أي حاجة تانية إلا مشاعرنا وقلبنا. إيه الكلام الكبير ده؟ بقى يعني كنا بنعلمكم العالم الكبير ده كله علشان ترفعوا صوتكم علينا؟ إحنا ما بنرفعش صوتنا، ويتقطع لساننا لو عملنا كده، احنا بنقول راينا. طب استني لما نشوف اخوكي هيعمل ايه الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. خلاص الحمد لله، ابراهيم وافي على جوازه من بنت ابو اسماعيل. بس انا مش موافقه. ايه مش موافقه؟ لا، ما احبش اسمع الكلمه دي. ابني يشتري خاطري وانت لا، ابني يمشي في طوعي وانت لا. يا بابا لا، ده انا ادفنك بالحياه. ولا تكونيش فاكره انك بالكلمتين اللي اتعلمتيهم دول هتكبري عليا وعلى اهل البلد. لا. بنات قليله الحياه بصحيح. من امتى البنت بترفع عينيها في عينين ابوها؟ من امتى؟ امال كنت بتعلمهم ليه يا صابر؟ علمتهم لاجل العلم، ما ينفعهم وينفعنا، عشان علمهم يكون في خدمتنا وخدمتهم. مش اول ما يصحوا ينطحوا ويبقى زي الفرس الجامح اللي ملوش لجام. بس انت غلطان يا صاب. غلطان؟ اول مره تنطقيها يا رتيبه، حتى انت تعديتي من بنتك؟ حرام ننطق، ده جواز يا راجل، والاسلام قال نشور البنت. بقى معقوله يا صابر نتعس ولادنا على الاخر؟ دي اخرتها. انا
ده انت عمرك ما شديت عليهم، ده نصيب لا بايدي ولا بايدك. يعني ايه؟ يعني دول ولادك يا صابر، بدل ما تفكر في صاحبك وجارك وصاحب الجميل، فكر في لحمك ودمك. بقول لك ابراهيم وافق، وافق خلاص. وافق علشان ما يكسفكش؟ ما حسيتش بالحزن في عينيه؟ معقول يا صابر؟ اخر بتوعه ليك، ترميه في حاجه هو مش عايزها. انت ايه عرفك بس؟ دول ولادي وانا عارفاهم. سيبهم يا صابر، سيب كل حي فيهم يشوف حياته ويختارها. واحنا يا اخويا كفايه علينا نحبي عليهم من بعيد وننصحهم وندعي لهم، مش نيجي على الاخر ونكرههم فينا. حرام يا صابر حرام. ده نصيب، نصيب ولابد منه. احنا شلناهم كتير وعملنا عشانهم كتير، فيها ايه لو عملوا حاجه واحده لابوهم لاجل ما يرفع راسه وما يمشيش مطاطي وسط الناس؟ ولا عايز الناس يقولوا يوم ما صابر علم ولاده وكبرهم كبروا عليه وعصوه؟ بس ده جواز يا راجل. ولو انا عارف اللي هم مش عارفينه، انت كنت تعاتبيني ولا تعرضيني لو ولاد ابو اسماعيل وحشين ولا منحرفين لا سمح الله؟ لكن دول متعلمين احسن من ولادنا، ادب وكمال وتربيه. طب هقول لك حاجه، ما دام انت مصمم. حاجه ايه؟ اجل الموضوع يا اخويا شويه لغايه ما حسن ما تهدى والواد يشم نفسه في شغله. بلاش نلبخه بجواز ومسؤوليه وعيال، ده لسه بيقول يا هادي. حاضر حاضر يا رتيبه، لما اشوف اخرتها معاكي ومع اولادك. بس اعملي حسابك، ولادي لولاد ابو اسماعيل مهما طال الزمن. سافر ما جيتش تتكلم معايا؟ اصل حقيقة ما تقولش حاجة، انا قلت لك قبل كده ان صداقتنا فوق كل اعتبار، ربنا يعلم قد ايه انا كان نفسي اسعدها، لكن خلاص هي اختي زي ما انت اخويا. عاصم، عاصم انت بتقول ايه؟ اكيد ده اللي حصل، بدليل انك انت قاعد لوحدك ومش عايز تواجهني. الحقيقة أنا قلت أديك فرصة تتكلم مع أختك، وبصراحة أنا ما اتكلمتش معاها. عليك بتقول غير كده يا إبراهيم. عاصم ده اللي حصل. ليه؟ أصل والدتي تعبانة شوية، وفي شوية مشاكل في البلد مع ناس قرايبنا، فلقيت إن الوقت مش مناسب للكلام. بس برضو كان لازم تكلمه يا إبراهيم. عموما انا هسافر البلد وهطلب ايد محاسن منه. لا لا يعني بلاش، مش وقته يعني، بعدين خليها بعدين بعدين، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. اتفضل يا سعاده البيه. الحمد لله على السلامة يا بيه. الله يسلمك يا جابر، نورت شركتك يا بيه. شكرا يا جابر، الشغل عامل ايه؟ كله تمام يا سعادة البيه. اتفضل اجيب لي سعادتك القهوة. يا عم فرج، يا عم فرج، قهوة سعادة البيه بسرعة. اهلا يا بيه. ايه الغيبة الطويلة دي يا سعادة البيه؟ ده انا كنت حاسس من غيرك كأني يتيم. بطل يا جابر، احنا قلنا من زمان نبطل الحركات. حاضر يا سعادة البيه. فاكر لما سعادتك قلت لي ارمي نفسك في البحر وطلع نيل؟ ايوه كده يا سعادة البيه، اضحك، ما حدش واخد منها حاجة. انت ظاهر عليك مفلس. انا نفسي اعرف المرتب بتاعك مع الحوافز بتوديهم فين، ده غير بقى اللي بتلهفه من تحت لتحت. انا يا سعادة البيه جابر، ربنا ما يحرمنا من عطف سعادتك ابدا. خد دول يا جابر. ما بلاش يا سعادة البيه، خيرك سابق. خدهم انت عينك فيهم.
انا عرفت انك انت ماشي الشغل زي الساعه وعينك على كل حاجه. اكتر ما اكون سعادتك موجوده سعاده البي، انا ما كنتش بنام خالص حتى اشوف عينيا بيه. ابعد عني اخزقهم لك. ما حدش سأل عني؟ ما نقدرش نستغنى عنك يا سعاده البي، بس فتحي بيه الصفتي سأل على سيادتك 3 مرات. فتحي الصفتي؟ ده عايز ايه؟ انا سبتله الدنيا والبلد ومشيت. سبتله الدنيا ليه يا سعاده البي؟ مالكش دعوه. ما قالكش عايز ايه؟ لا يا سعاده البي، بس انا من 3 4 ايام كنت بصلي العصر في الجامع، لقيته موجود معايا بس ما كلمتوش خالص. بيصلي؟ ايوه يا سعاده البي، ده اللي انا شفته. غريبه. وعارف سعادتك ملجأ الايتام اللي جنبنا ده يا سعاده البي؟ ايوه. انا شفته خارج من الملجأ من قيمه اسبوع كده، الفار لعب في عبي. قلت يا جابر يا شنواني لازم تشوفه كان بيعمل ايه هناك. وعرفت بيعمل ايه؟ تصور سعادتك يا بيه، كان بيتبرع للملجأ ب 4000 جنيه. فتحي الصفتي يتبرع ب 4000؟ لا لا لا، بيسرق ويتصدق؟ الظاهر بقى ان سعادتك مش واثق فيه. نفسي يقوم بعيد عني بوشه، كان يوم اسود يوم ما اتعرفت عليه. فتحي الصفتي، وحشتيني وحشتيني قوي يا كاميليا. الحمد لله اني سمعت صوتك. ارجوك بقى قفلي السماعه. ارجوك يا كاميليا، انا مش عايز اسبب لك ازعاج مع والدك اكتر من كده. يا انا بقالي شهرين ما بنامش، شهرين عايش في وحده وعذاب. دلوقتي بس اترددت لي روحي لما سمعت صوتك. بس ارجوك يا كمال اقفلي، مش مهم اقفلي. انا بشكرك يا كمال من كل قلبي. ارجوك اقفلي بقى، ارجوك اقفلي. لا مش هقفلي، اقفلي انت كده. طيب يا فتحي خلاص، اوكي مع السلامة. مفيش فايدة. كاميليا. ايوه يا بابي. الولد ده لسه بيتصل بيكي؟ ايوه. واخرتها؟ بابي انا مش هعمل حاجة من غير رضاك. كلام. انا ما بعملش حاجة غلط. كل حاجة غلط. وحدتك عزلتك سرحانك، انت زي ما تكون بتعاقبيني، واخدة مني موقف لمجرد اني بوجهك لمصلحتك. ونسيتي او تناسيتي ان مفيش حد في الدنيا يتمنى لك السعادة قدي. انا عارفة ده يا بابي ومقدراه وحاسة بيه. عارفاه لكن مقدراه لا، حاسة بيه لا. سافرنا بره، لففتك العالم كله عشان تنسي وتغيري حياتك، وانت ما عندكيش اي استعداد للتغيير. اعمل ايه؟ ها؟ اعمل ايه عشان تعرفي ان الولد ده مش كويس؟ ساكته ليه؟ ما تردي، قولي حاجه. انا بحس ان في عينيكي كلام كتير وانت ساكته. كاميليا، لأول مرة أحس معاكي إني فاشل. لو كانت أمك عايشة كنت هتعمل إيه؟ ما أنت طلقتها وأنا طفلة صغيرة، عشت عمري كله يتيمة وأمي على وش الدنيا. مش ذنبي. من يوم ما وعيت على الدنيا حسيت إني محتاجة أمي، عايزاها جنبي. دورت عليها ما لقيتهاش، فضلت سنين طويلة تايهة بينكم لحد أمي ما ماتت. ماتت بعد ما جوزت غيري. ثم ليه انت بتنبشي الماضي؟ خلينا في الحاضر. أنا هريحك يا كاميليا، أنا موافق على إنك تتجوزي فتحي.
دي موافقه بلساني بس، انما قلبي لسه ما قالهاش. انا بقى مش موافقه. ايه مش موافقه؟ لاني ما احبش اعمل حاجه غصب عنك. يا بنتي انا قلت لك موافق ما دام انت مستعده تخوضي التجربه بقلبك بس من غير ما عقلك يكون له نصيب فيها. بابي حضرتك خايف على الفلوس بس، خدها. فلوس؟ فلوس يا بنتي؟ انا خايف عليكي انتي. مش سهل ابدا انك تتصدمي مرتين، مره بموت حامد ومره. قلت لك يا بابي لو طلع انسان وحش هعمل المستحيل عشان اغيره. لما نشوف. اتصلي بفتحي وخليه يجي يتعشى معنا يوم الخميس من غير ما تقابليه. انا كان ممكن اقابله في مكتبي بس انا يهمني ان كل شيء يتم قدامك، واي كلام يتقال يبقى في وجودك. بس ارجو المره دي بقى انك من غير ما تتقمصي ولا تزعلي، ارجو انك تسمعي كلامي. انا ابوكي. يلا يا احمد عشان الفطار. عادل يلعب بالبيضة والحجر. ما شاء الله يلعب بالبيضة والحجر. ده مين البيه ده بقى؟ المعلم اسماعيل السالك. له حق بقى، له حق. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا ابني، صباح النور. البيضة والحجر الله العظيم. يلا يا حسنين الفطار. حاضر يا ستي حاضر، انا مستعجل اكتر منك. الحصة ما عاد قربت ولسه حتى ما غيرتش هدومي. اه سهل يا رب. عارف يا فضيلة، أصحاب الكراسات دي ما كانوش بيعرفوا يفك الخط، دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله بقوا حاجة تانية خالص. والله عشت وشفتك مدرس تاني يا حسنين. هو إذا ما كانش الواحد يخدم أهله وناسه هيخدم مين أمال يا فضيلة؟ ده العلم أهم حاجة. وقل ربي زدني علما، صدق الله العظيم. الله أحمد. إيه يا باشمهندس؟ إيه يا بابا في حاجة؟ أنت سرحان في إيه؟ أنا؟ لا مفيش. لازم في الشغل يا ابني، ده انت مموت نفسك فيه ليل ونهار. يا ماما ما هو اذا ما كانش اللي زينا يتعب دلوقتي هيتعب امتى بس؟ ايوه يا ابني بس مش بالشكل ده، برضه بص لنفسك شويه. ما هي نفسي هي شغلي. طب والجواز يا ابني؟ ما هو يعني مش وقته دلوقتي يا ماما. لا انت اللي في حاجه شغلاك بقى. يا ستي سيبيه ياكل، انت هتشغليه بالعافيه. نفسي يتجوز يا حسنين واشوف ولاده. يا ماما جواز ايه بس دلوقتي؟ اهم حاجة عندي دلوقتي الشغل، الشغل اولا وثانيا وثالثا. شايف ابنك؟ اهو كل ما افتح له سيرة الجواز يعمل لي كده. اسمعوا بقى، انا دلوقتي بقيت الحمد لله في الشغل عال قوي. انا سبق يا بابا وعدتكم بالحج، اعملوا حسابكم هتحجوا السنة دي. وعد الحر دين عليه. اتفضل يا احمد. انا جبتك النهاردة هنا عشان أكلمك في موضوع مهم. موضوع مهم بالنسبة لي وبالنسبة لك. كان المفروض يعني إنك أنت اللي تكلمني فيه، لكن مش عيب إن المبادرة تكون مني باعتباري راجل عملي وما بهتمش بالشكليات دي. خير يا فندم. يا أحمد أنا صحتي ما بقتش زي زمان، يعني الحيوية والنشاط بتوع زمان دول خلاص سيبناهم للشباب اللي زيكم. ربنا يديك طولة العمر والصحة يا فندم. أنا عندي بنت واحدة زي ما أنت عارف، والبنت دي إذا كنت أنا جزء في حياتها فهي كل حياتي. ربيتها من صغرها وكرست حياتي عشانها، ومن عينيها أقدر أفهم اللي في قلبها. والمثل بيقول أخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. يا فندم أنا أنت فاهمني طبعاً. وعموما أنا هقرب لك المسافة أكتر وأكتر. يا فندم أنت كده حضرتك شجعتني إني أقول اللي في قلبي. أنا يسعدني ويشرفني
اني اطلب ايد الانسه سلوى. وعلى عيون مشاوى والحق لسه حاير، والطريق ولاية مكشوف عنه الستاير، وعلى عيون مشاوى والحق لسه حاير.